ظننت ان كنت تقدر. فاهم يا اسماعيل؟ تعاش الوقت ما تقبلش غير حل واحد، يا احنا يا هم. هو ده بالظبط معنى كلمه باطل عند المصريين، قهر وغضب من السلطه بيقابلها انتفاضه شعبيه بتشيل الظالم وبتكسر قوته وجبروته. هو ده بالظبط اللي عايزه توصله حمله باطل للمصريين، ان السيسي مش اله ولا كائن خرافي مستحيل حد يوقف ظلمه وجبروته، لا ده مجرد حاكم ظالم بيستقوى بالدبابه اللي لو قدرت تقهر الشعب طول ما هو ساكت مش ممكن تقهره لما يتحرك ويعلن عن غضبه. حمله باطل اللي بتستهدف جمع اكبر عدد ممكن من توقيعات المصريين اللي بيرفضوا حكم السيسي ونظامه وتعديلاته مش مجرد وسيله جديده من وسائل المقاومه السلميه زي الزمامير والكتابه على العمله والحيطان والبالونات. حمله باطل غير انها وسيله امنه تماما ان المصريين يعبروا عن رفضهم للسيسي من غير خوف ولا مخاطره، لكن باطل ميزتها الاكبر انها بتوحد المصريين على اختلاف ارائهم، سواء اللي بيأيد شرعيه الرئيس محمد مرسي واللي بيعارض الاخوان والاسلاميين او حتى الناس العاديه اللي مالهمش في السياسه. معك سنبذر الامن ونحصد الرخاء ونجني السلام، حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء. الكل شايف ان التعديلات الدستوريه اللي سيسي عايزها تخليه قاعد بالعافيه لحد 2034 خطر كبير على مصر وانقلاب تاني بعد انقلاب السيسي في 2013، هدفه انه يكمل طريق الخراب والدمار اللي بدأه واللي مش بيهدد المعارضين ليه وبس، لا ده بيهدد مصر نفسها ووجودها ومستقبلها. عشان كده محتاجينك يا بطل انك تحط ايدك في ايد اخوك وتخش توقع انت واصحابك واهلك وجيرانك. عايزين ملايين من الناس تقول لسيسي لا، ممكن تبقى دي خطوه على الطريق اللي مشي عليه اخواننا في الجزائر والسودان واللي قربوا جدا من فرض ارادتهم وتحقيق حلمهم بالحريه والكرامه والعدل.